بسم الله الرحمن الرحيم. تبدأون اليوم رحلة طويلة عريضة عميقة، تسطرون بها وفيها تاريخا لكل واحد منكم ولكل واحدة منكن. المهم، ماذا يسطر في هذا التاريخ؟ إيجابا أو سلبا، ومقاليد ذلك في يد كل منكم. هو من هذه اللحظة مسؤول عن نفسه، ومسؤول أيضا عن آخرين. هذه المسؤولية والقيام بها على مدى أجيال وضعت المحاماة في السالف على قمة الهرم الوطني والفكري والأدبي والسياسي. جيلي أنا استلم الرايات من الأجيال السابقة مرفوعة مرفرفة. في ذلك الأوان كان المحامي أيقونة مصر، كان هو رئيس الجمهورية محمد نجيب القائد لثورة 1952 والحاصل على الكلية الحربية، عني بأن يدرس الحقوق وحصل على إجازتها عام 1924، ثم حصل على دبلومين يمثلان شهادة الماجستير، أحدهما في القانون العام والثاني في القانون الخاص. أول سكرتير مصري عربي للأمم المتحدة كان الدكتور بطرس غالي صاحب الصيت العريض ووزير الخارجية سلفا والكاتب والمفكر والوطني الأصيل. تبوأ منصب الأمانة العامة للأمم المتحدة. فيما قبل 52 تستطيعون أن تقولوا أن ما لا يقل عن 95% من رؤساء الوزارات كانوا محامين ومن الحقوقيين، وتستطيعون أيضا أن تقولوا بملء فمكم أو أفمامكم أن أكثر من 70% من الحقائب الوزارية كانت للمحامين والحقوقيين. حتى وزارة الزراعة تولاها حقوقي، حتى وزارة الداخلية تولاها حقوقي، معظم وزارات الخارجية تولاها حقوقيون. وحينما تدلفوا إلى البرلمان بغرفتيه تجدوا رؤساء النواب مجلس النواب من الحقوقيين ومن المحامين، وتجدوا رؤساء مجالس الشيوخ من المحامين الحقوقيين. تيمموا صوب الصحافة أو شطر الصحافة فتجدوا أمير الصحافة محمد التبعي خريج دفعة 1923، وتجدوا فكري أباظة باشا صاحب التاريخ العريض، وتجدوا إحسان عبد القدوس القاص الروائي الكاتب السياسي العريق، تجد موسى صبري حقوقي. أينما وليتم في بلاط صاحبة الجلالة تجد المحامين على الرأس، أحمد بهاء الدين حقوقي، كتبنا الكبار توفيق الحكيم حقوقي.
احمد بهاء الدين حقوقي، احمد لطفي السيد استاذ الجيل حقوق. الله، ايه القصه؟ ايه قصه هذا النبوغ حتى بعد 52 والاتجاه العام ينصرف الى المؤسسه العسكريه؟ بقي الحقوقيون والمحامون على حضورهم في المشهد الوطني والسياسي والفكري. حسبكم أن تراجعوا رؤساء مجلس الشعب، هتجدوا أحمد فتحي سرور، وقبل منه رفعت المحجوب، وقبل منه كامل ليلة، وقبل منه صوف أبو طالب. كل ما هتعرق هتلاقوا حتى بعد 52 الحقوقيون حاضرون في المشهد، حتى رؤساء الوزارات. ورغم تغير المفاهيم تبوأوا الحقائب الوزارية ورئاسة الوزارات. تاريخ عريض جدا، هذا يضع تساؤل، لما كان هذا ولما زال هذا؟ السؤالين دول مرتبطين ببعض. تحقق هذا لأن هذه الأجيال السابقة عرفت كيف تكون المحاماة، وأن المحاماة تغريد خاص لأصحاب الامتياز والكفاءة والتميز، فنهلوا العلم وتضلعوا في القانون وتوسعوا في الفكر والثقافة، فكانوا أسيادا فرضوا أنفسهم في كل مجال. وحينما تخلينا عن الإحساس الواجب بهذه الرسالة فارقنا المحاماة وفارقنا التميز وفارقنا الريادة. الأمل معقود عليكم في أن تستردوا لأنفسكم وللمحاماة بقلوبكم الخضراء وبحماسكم الشريف أن تستعيدوا أمجاد المحاماة وأمجاد المحامين والمكان اللائق بهم وبنقابة المحامين. هذه عقيدة لا أتحدث فيها لا رياء ولا تفاخرا ولا تملقا، عشان كده انتويت وأرجو أن تسجلوا هذا التاريخ. انتويت أن نعقد معا مؤتمرا للشباب اعتبارا من يوم السبت الموافق 26 من سبتمبر القادم لمدة أسبوع في نادينا النهلي، لأنه يتسع أكثر مما تتسع له النقابة العامة. ولا أحب أن أقيم هذا الأسبوع أسبوع الشباب في موقع لا ينتمي إلى نقابة المحامين. هذا الأسبوع سيساهم فيه الشباب، هم عصب الايه الاسبوع، هم الغايه وهم الماده وهم الامل. فوطنوا انفسكم ان تحضروا، وسوف احضره معكم. ولجنه الشباب في نقابه المحامين وكل من يشاء من الاساتذه اعضاء مجلس النقابه العامه وكذا النقابات الفرعية، كيف نتحاور معا، كيف يمكن برعاية الشباب أن نعيد الكرة إلى ملعبنا أو بالأحرى إلى ملعبهم الذي أتاح للمحاماة ما كان لها من السالف: علم قانوني، ثقافة ومعرفة واستقامة. فنضع أنفسنا أمام هذه التحديات
أو هذه المطالب لنعرف معا ماذا يتوجب علينا أن نقدم عليه لنقدم إلى المحاماة التي تركها سابقون. أول حاجة ترد إلى خاطري، كيف يمكن أن نفعل ملف التمرين؟ المتمرن يعاني من عدم استجابة البعض أو من ضآلة المكافأة أو من سوء المعاملة، والمتمرن لديهم قد يشكون أو يشكون من عدم التزام القادم أو القادمين، أو من قلة المعين أو نضوبه وعدم القدرة على إعطاء المكافأة اللازمة. وهذه القضية مفتوحة من زمن، وحتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها إليكم لم ننجح بعد في أن نضع أسلوباً يضمن إقامة هذه العلاقة على أسس متينة في تعاون متبادل يرعى فيه الأستاذ من يتمرن لديه ويعطيه من علمه وخبرته ما يرتفع به إلى مقام المحاماة، وكيف يجب على المحامي أو المحامية المتمرن والمتمرنة أن يخلص للمكتب الذي فيه يتمرن وأن يبذل قصارى وسعه ليحلق مع من يدربه أو يمرنه إلى السحاب. يبقى عندنا ملف التمرين لازم يتفتح ونسمع اقتراحات الأطراف كلها. ترى هل هناك التزام، أو بالأحرى أليس هناك التزام على الأستاذ المحامي الذي يوقع على طلب المحامي أو المحامية وتعهده بأنه يتدرب أو أنها تتدرب لديه؟ الكلام ده لما اتعمل اتعمل يعني ما يكتب، أن من يوقع صار هذا التزاما في عنقه بأن يدرب من تعهد ووقع على إقراره وتعهده بأن يتمرن أو أن تتمرن لديه. إنما كشأننا في أمور كثيرة تحول هذا إلى عادة وإلى مجاملات وإلى رجوات، وهناك من تخصصوا في إعطاء التأشيرة دون أن يعنوا بها شيئا، بحيث يجب علينا أن نتوقف إزاء هذا بفرض الجدية وفرض الالتزام حتى نتيح لأجيالنا الجديدة أن تنمو وأن تتدرب وأن تزداد علما وخبرة. هذه بعض أفكار سريعة في ملف التمرين. أما وقد قلنا أن المحامي كان كتلة من العلم بالقانون وبالمعارف وبالفكر والوطنية ومجموعة متنوعة من صنوف المعارف، يبقى يتوجب علينا أن نفكر كيف نتيح هذا للمحامي والمحامين. عندنا وسائل علينا أن نستعدها أو نفعلها. هنفتح ملف موقع النقابة. ملف ده أنا استلمت النقابة وهو شخصي يبذل لأشخاص، أعدت لهذا الموقع رسالته وواجبه كيما يعرض أمهات الكتب مجانا على من يدخل من الزملاء والزميلات إلى الموقع، والمقالات النفيسة التي يكتبها المحامون وأساتذة القانون وطلاب البحث في عالم المحاماة. ولما أردت أن أعطي وجبة ثقافية المتربصون اعترضوا لأن هذه الوجبة يعطيها رجاء عطية، روح اديها بره. هذا الكلام عبث، لأن أنا بره موجود، أنا بره موجود، إنما أنا عاوز أيسر ما تفيض به قريحتي وعلمي لأبنائي وبناتي.
وزملائي وزميلاتي، كيف تحول بيني وبين أن يصل علمي وخبرتي ومعارفي الثقافية إلى جوار القانونية إليهم. بيخشوا بتعليقات فيها مش هقول تجاوز، فيها قلة أدب. برضو علينا أن نناقش هذا الملف، مش عشان الرجاء عطية، لا، ألا يتسع موقع النقابة للوجبات المعرفية والثقافية والأدبية؟ أليس هذا جانب من الجوانب التي يتعين على المحامي والمحامية أن يلموا بهم؟ أليست اللغة العربية هي قوام المرافعات الشفوية والمكتوبة؟ هذا بعد، هذا ملف. عندنا ملف إعادة إحياء مجلة المحاماة. مجلة المحاماة بقيت على مدار سنوات طويلة تطبع وتصدر بملاحقها ومراجعها وأحكامها ومقالاتها النفيسة، ثم أصيبت بموت السكتة لأن الأغراض انصرفت للصغائر. علينا أن نستعيد مجلة المحاماة على ما كانت عليه وأن نضيف إليها، هذا ملف آخر ملحق للشباب يسجلون فيه بحوثهم وما خواطرهم وما عساه يقابلونه من مشاكل، لنضمن التواصل بين الأجيال وبين الشباب وبين أمة التوبيش وبين جيل الشيوخ والكهول. وعلى فكرة الكهول المستوى الأقل من الشيوخ على عكس ما يفهم البعض، يعني الشباب وراها الرجولة وراها الكهولة، آخرها الشيوخ اللي أنا فيه. طيب أدي ملف. إحنا كان عندنا أيام أنا ما تخرجت واشتغلت سنة 59، يعني من 61 سنة، كان مكتبة أو كان محكمة تلا الجزئية، مش محكمة شبين الكومة الابتدائية، محكمة تلا الجزئية كان فيها أمهات الكتب، لسه نهوري وزكي العربي باشا وكامل مرسي باشا والفطاحل كلهم وجندي عبد الملك موجود مليانة. وما كانش وقتها فيه ماكينات تصوير، فكنا نجلس لننقل. أدت الاستعارات الخارجية ونضوب الإمداد إلى تآكل المكتبات. هذا يأتي قبل دعم المحامي ومكتبة المحامي، لأن هذه المكتبات إذا ما تم إحياؤها حتعوض كل محامي عما ينقص مكتبته الشخصية. لازم نستعيد هذه المكتبات، فهذا ملف عاوزين نفتحه سوا، ونبدأ بمرحلة المحاكم الابتدائية حتى إذا فرغنا منها ننتقل بعد هذا إلى المحاكم الجزئية. هنغذيها بإيه؟ بتبرعات، ماشي، بأن بعضنا يذهب إلى بعض المحامين الكبار الذين اعتزلوا ليتبرعوا أو يمدوا المكتبات بحصيلة ما لديهم من مؤلفات. سكة أن نتفق مع كبار المؤلفين على أن هم كل نسخة تطلع يمدوا النقابة بعدد منها. أنا اتفقت مع الدكتور أحمد فتحي سرور، آخر كتاب أصدره سيهدي النقابة 50 نسخة. هذا واجب. النهاردة ما فيش مؤلف يطلع إلا إذا المؤلف أو دعا الهيئة العامة أو دار الكتب، الهيئة العامة الكتاب أو دار الكتب 10 نسخ على الأقل لتكون تحت بصر من يريد. من حقنا أن نلزم كل كاتب في القانون أن يضع في مكتبة النقابات، النقابة والنقابات، عددا من النسخ تتيسر للزملاء. هذه بعض أفكار سريعة أريد أن أتناقش أو نتناقش معا فيها، ليعرف كل منا ماذا عليه أن يفعل لندبر هذه المكتبات. هتبتدي قد كده وهتكبر، وكل يوم هتكبر زي كرة الثلج المتدحرجة على الجبل، كل ما بتتدحرج بيزيد ركوب التلج عليها. علينا أن نفعل هذا، علينا أن نحيي هذه المكتبات، علينا اللي عنده نسختين يدي نسخة للنقابة، وعلينا أن ندبر
ماكينات التصوير ونلزم النقابات الفرعية بأن الماكينات الموجودة في المحكمة تيسر إحداها على الأقل بجوار المكتبة أو في المكتبة علشان لا تضطر إلى الإعارة الخارجية، لأن الإعارة الخارجية هي التي أتت على المكتبات التي كانت، بحيث المحامي أو المحامية اللي عاوزه من المرجع يصوره ويترك الموضع أو المرجع في موضعه لزملائه من المحامين والمحاميات. عندنا ملف الندوات الثقافية، ملف يجب أن يفتح، وكيف يمكن أن ندبر للشباب ندوات ثقافية تتسع فيه معارفهم وتتسع معلوماتهم. ملف الرياضة، احنا عندنا ايه؟ تعلمنا العقل السليم في الجسم السليم. احنا عندنا مشكلة عامة ان منذ 52 ما تعملش الا يمكن 3-4 عندي، وفي تكاثر في الجماهير، واصبحت الاشتراكات في الأندية أرقاما فلكية لا يستطيعها أحد. كيف نستطيع أن ندبر لشباب المحامين أن يمارسوا الرياضة في ساحات توفر لهم هذه الفرصة وتتحها؟ ملف المؤتمرات، هل ترى المؤتمرات كما كان يجرى في السالف للبعزاء ولإقامة تكتلات على حساب العمل النقابي، ولا يبقى هذه المؤتمرات إذا عقدت تبقى لأهداف عامة تتصل بالنقابة وتتصل بالمحاماة وعلى من يريد أن يقيم مأدبة أو يقيم احتفالية أن يقيمها على نفقته الخاصة وليس على نفقة المحامين؟ علينا أن نتحادث معاً في شأن المعاهشات، ملف كيف يمكن أن ننميها وأن نرتفع بها، لأن هناك قصص محزنة ومؤسفة، ناس بتاخد قروش لا تكفي للإعالة في الوقت اللي احنا عندنا ملف العلاج، ويجب أن نتصارع يئن من تجاوزات للبعض، مش هقول الكل، يدعون المرض بلا مرض ويفتعلون الأسباب للحصول على أموال النقابة بغير حق، وبالتالي المصادرة على المرضى الحقيقيين. الكلام ده بيعجز النقابة عن القيام بدورها، يجب أن يصل الدعم إلى مستحقه، فإذا وصل إلى مستحقه كل حاجة تبقى ماشية سليمة. عندنا ملف التقاليد وميثاق الشرف، شرف المحاماة، هذا ملف يتعين عليه أو علينا أن نفتحه وأن نناقشه معه. أنا أول امبارح قمت في مكتبي بالنقابة العامة لأتوجه إلى دورة المياه، فاعترضني الشاب بأسلوب غير لائق، سيبنا من أسلوبه غير لائق، إنما هو لابس بنطلون جينز محزق ولابس تيشيرت محزق ومظهر لا يليق بمحامي، فأنا بسمعه قلت له طب إيه رأيك برضو أنك أنت تحاول من جانبك أنك أنت تلتزم بأداب المحاماة وبمظهر المحامي؟ قال لي أنا ما يهمنيش اللبس، أنا عاوز حقوقي. وبدأ هو فاهم أنه اللبس ده أنا بقول له روح الزاوية. لا، أنا كان أحمد الخواجة رحمه الله النقيب العظيم كان بيتدرب، هذا حكاه لي بنفسه في مكتب الدكتور محمد هاشم. محمد هاشم ده كان متجوز بنت حسين باشا سري رئيس الوزراء اكثر من مره، وكان محاميا عظيما، انما تولى وزاره الداخليه، وكان احمد الخواجه بيتدرب في مكتبه. ايامنا كان لازم الجزمه تبقى برباط، المكسان اللي انتشر دلوقتي كانش معترف بيه في عالم التقاليد. فبيحكي لي احمد الخواجه انه راح المكتب وبتمرن بمكسان الدكتور محمد هاشم رجعه البيت عشان يغيره
ويلبس جزمه برباط. الله، هو الرب معمول ليه؟ ما هو العداله مظهر والمحاماه مظهر. ليه اتعمل الرب؟ ما هو برضه عشان حتى لو فيه يعني ترخص في حاجه تعالج تدارى. الزي له قواعد والمحاماه لها تقاليد والشرف له ميثاق. هذه ملف او هذه ملفات يجب ان نفتحها معا، ولا ندع لاحد فرصه ان يلومنا. التعامل مع المجتمع الخارجي، علينا ان نفتح هذا الملف. لماذا اهتزت صوره المحامي في عيون الناس؟ هل الناس يعني متربصين للمحامي، ولا احنا ساهمنا بقدر او باخر في اهتزاز هذه الصوره؟ ما هو انا سلوكي بيحسب علي، تصرف غلط مش بيحسب على شخصي بس، وبيحسب على المحامي. عشان كده عفوا هيطلعوا شاع ان انا مت. والله ما انا صورتي تتحش من اسبوع، طلعوا تقريبا ان انا مت. ماشي، العيد الصغير بيجي قبل العيد الكبير. لماذا اهتزت صورة المحامي في عيون الناس؟ يروح يخطب واحدة يقول لك يا عم اتكل على الله، ده انت ايه، انت محامي مشاكل. يروح يستلف في البنك ما رضاش يسلفه، مش كده؟ يقول لك النقابة تيجي تضمنه، تيجي النقابة تضمنه ياخد السلفة ويخلع ما يسددش الايه؟ القسط. تقوم النقابة تيجي ما تتدخلش تاني. فخلينا نقول بقى ان احنا ما نلاقيه هو رد فعل ما نقدمه. ما تقدمه يرد اليك. هذه ملفات يجب ان نتصارح فيها، وان نجعل صورة المحامي والمحامية براقة في عيون المجتمع. المحامي يخطب تقبل خطوبته، يأجر شقة تقبل الإيجار له، يروح بنك يقبل إقراضه، وهكذا. يقف أمام المحكمة، المحكمة تحترمه. جزء من احترام المحكمة للمحامي راجع لوقفة المحامي، كلمته ولغته ومظهره. علموني وأنا لسه بحبو في عالم المحاماة. عاوز تأجل اقترب من المنصة وخلي صوتك هامس، ما انت بقى في موقف الرجاء. عاوز تترافع وقف في مكانك على البنش، ودي الانطباع للمحكمة انك ستترافع. هذه فنون. في حاجة اسمها فن الصمت، فن الصمت في المرافعة. ازاي تقف وامتى وليه حينما يقابلك همس او حديث جانبي بين أعضاء الدائرة؟ تقف، تقف وتصمت. هذا الصمت لفت أنظار للهيئة أو للهامس أن عليه أن يصغي إلى مرافعة المحامي. كنت أترافع مرة أمام محكمة وكان رئيسها ضيق الصدر بعد أن استمع إلى زميل لنا وأعطاه فرصة أكثر من اللازم. واضح أن هناك علاقة شخصية فيما بينه، فسبدوا الحبل على الغارب، وإحنا كنا عن 5 متهمين وأنا كنت عن الأخير، ويمكن أنا اللي أكبر شوية سنا من الناس اللي عن الثاني والثالث والرابع وأنا الخامس. فكروتهم الثاني والثالث والرابع في مفيش دقيقتين ثلاثة، هو ضاق صدره وخلاص ودخل عليا بنفس الطريقه. انا بقى ما ينفعش الكلام ده معايا، فانا برضو باسلوبي بدات اتحدث، فبدا ينصرف عني الى الملف، يعني بيعرف الملف. كان عضو شمال بتاعه الله يرحمه المستشار محمود عوبه، كان سمعني قبل كده في مرافقه، فروحت انا متوقف، بص لي كده قال اتفضل. رحت مستأنف، عاد إلى الورق، فرحت متوقف، فراح بص لي تاني قال لي ما قلت لك سيادتك اتفضل كمل. كملت، راح باصص في الملف، رحت متوقف بيتخلى عليا
فمحمود عقبة قال له انت سيادتك بتبص في ايه؟ هو عضو الشمال بتاعه هو الذي راجعه. انا هو لما رفعت وقد رفعت، ودي المقدرة انك انت تستطيع باسلوبك انك انت تفرض ان تسمع، لانك حينما تتحلم بحديث يقال يسمع. خلاص فانهيت مرافعتي وخرجت الى غرفة المحامين الصغيرة في محكمة جنوب القاهرة، كان الاستاذ صلاح السهلي الله يرحمه اول المترافعين اللي هو افض موجود. قلت له صديقك، قال لي من غير ما تقول انا ساعاتبه اليوم على الاسلوب الذي اتبعه معك. كان المستشار ده من افاضل المستشارين بتتوبي تاني، اسمه وجدي مسعد. فانا في يوم من الايام كان عندي جنايه في باب الخلق وجنايه في شمال، رحت اجل بتاعه شمال ورحت على باب الخلق، لقيت الايه الدايره انفضت. بس قال لي الكاتب وجدي بيه سايب تنبيه ان سيادتك لما تيجي تخش لي كده مفاجاه يعني. فقال له فلان بره، فدخلت له. وادي بقى الاعتذارات اللي من هنا للسنه الجايه. وقال لي انا حزين ان ده اخر دور ليا وهطلع معاش ان انا ما سمعتكش، لان هم قالوا لي عليك كلام خلوني بقيت مشتاق ان انا اسمعك. ده مستشار بيكلم محامي، ايه اللي خلاه يقول لي كده؟ لولا ان سمعتي سبق. خلي سمعتك تسبقك، خلي القاضي قبل ان يسمعك مشوق الى سماعك. هل بالعافيه؟ لا، بالعلم والمعرفه والتفوق والجوده. حديثي معكم لا يشبع منه، انما علينا لانه طبعا الزملاء ضاق صدرهم بما اقول. وانا النهارده احنا بعد زياره للنادي النهري، انا انهيت قصه ان كنت تنتقله الى النادي النهري لاستلام البطاقات، فالزمت الاداره بان تهيئ عددا من الموظفين، كل واحد في حدود 200 كرنيه يقف، وتوزيع الكرنيهات هنا. وارجو ان تساعدني. اللي انا برجوه ان تساعدوا اللي بينادي انه يعرف يوصل، لانه اوحش حاجه بنقع فيها التزاحم، والتزاحم يضيع الفرصه في النظام. لو يعني هديكم مثلا، ممكن لما بكون بركب قطر الشعبط ونط من الشباك لان ما فيش حجز مكان، انما لان العاده دي موجوده، اللي بيركب اتوبيس ينط ويزاحم، واللي بيركب قطر ينط ويزاحم. تبص تلاقي الطياره، طب الطياره دي مقاعد مخصصه بالرقم، ومع هذا العادة تغلب وتلاقي الكل بيتزحم عشان يطلع الأول. عمكم رجائي بقى العجوز فاهم الفولة، تاني واقف ساكت كده لغاية ما كل الزحمة تروح، وهو مرة طالع في هدوء رايح على الرقم بتاعه، هذا ليه؟ فأرجوكم تساعدوا الموظف على إن هو يوصل لحضراتكم كارنيه الاتصال. أستأذنكم في أن نقسم اليمين وقوفا، وأنا يعني بتمنى أن أسمع القاعة ترتج من أصواتكم وأنتم تؤدون هذا اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أمارس أعمال المحاماة، أن أمارس أعمال المحاماة، بالشرف والأمانة والاستقلال، وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة، صوتك واضح اعلي، وتقاليدها، وان احترم الدستور والقانون، صادق التهاني لكم.